ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو الاستاذه شيماء حسني مترجمه اللغه الفرنسيه وفنانه الهاند ميد وصاحبه مبادره يلا نساعدها. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام منورانا. ميرسي. عامله مجهود رائع. كلمينا بقى على المبادره يلا نساعد بعض اللي حضرتك بتقدميها للثانويه العامه. هو طبعا نظرا للظروف اللي احنا كلنا قاعدين في البيوت والثانويه العامه والاعداديه دول اللي ما اتشالش من عليهم امتحانات زي كل السنين الثانيه، فطبعا هما كان عندهم حلم فظيع، كل واحد عنده حلم يدخل كليه وكل واحد عنده حلم يجيب مجموع، فطبعا المدارس مش شغاله ولا السناتر او اي حاجه، فالحاجه الوحيده اللي ممكن يشتغلوا عليها هي الاونلاين. فانا ببدا بصور حاليا بدايه المنهج بتاع ثانويه عامه للغه الفرنسيه منهج الوزاره، وان شاء الله هيبقى موجود قريب ما شاء الله. احنا بجد بنحيي حضرتك على الافكار والمبادرات. وكان في قبليها كانت ورش للاطفال كنت حضرتك عاملاها وحضرتك جيتي اتكلمتي عنها. عايزين بقى نعرف دلوقتي في ظل طبعا الحاله اللي بتمر بيها البلاد، الاطفال كلها قاعده في البيت محبوسين، ايه اللي ممكن نخلي الاطفال تعمله من البيت ومش هيبقى فيه تجمعات، مش عشان مش هينفع يبقى فيه ورش زي اللي حضرتك كنتي بتقدمها لنا الفتره بالزبط. اللي فاتت؟ هو يعني كل حاجه بقت موجوده اونلاين، يعني الحمد لله ان الازمه دي حصلت واحنا عندنا حاجه اسمها انترنت، لان كان زمان الاولاد عملوا مشاكل في البيت. فممكن قوي ان احنا نشوف ممكن الطفل يبقى موهوب في ايه، في حاجات كتير هاند ميد، ممكن شمع، ممكن رسم، ممكن ديكوباج، ممكن شغل بالخيوط، في حاجات كتيره قوي بقت موجوده اونلاين يعني متاحه على الانترنت وجروبات كتير مهتمه ممكن يتعلموا كده اونلاين. بالظبط، حاجات اساسيه سهله جدا يعني، والكرافت ده موجود كتير جدا، وحتى الادوات ممكن تبقى موجود بيطلبوها اونلاين بقى ليهم صفحات وجروبات كتير. احنا طبعا ضد التجمعات وضد لا مفيش تجمعات، هم لازم بقى يكيفوا نفسهم بالبيت. الامهات دلوقتي بقى تعبانين جدا من قعده البيت طبعا. قولي لنا يعملوا ايه في القعده؟ يعني حتى الامهات العامله بقت قاعده في البيت بيتعرفوا على البيت جديد، فقولي لنا بقى نصايحك. والله انا افتكر كل الامهات العامله اكيد مبسوطه جدا انها قاعده في البيت، يعني انا ما افتكرش ان السيده العامله اللي بتنزل كل يوم وتقعد طول اليوم بره وترجع تاني عشان تشوف بيتها، اكيد كان كلنا نفسنا في اجازه نهدى فيها شويه، نهتم شويه بحاجات احنا مش قادرين نتابعها طول ما احنا بنشتغل. الوقت بقى فيه بركه، تحس ان اليوم طويل والوقت فيه بركه فعلا، في 100 الف حاجه هتاخد بالها من حاجات في ولادها هي مش واخداها في دايره الحياه، الريتم السريع بتاع دايره الحياه هتلاقي نفسها في حاجات واقعه منها، فهتهتم بالولاد شويه، هتهتم ببيتها، تفكر بقى تعمل فيها حاجه، تنظف فيه شويه حاجات كانت مكركبه عندها. يعني احنا كلنا كنا مستنيين وقت نقعد فيه في البيت، بس هو عشان هو احنا مجبرين عليه فحاسين ان احنا متضايقين. لا الامهات كلها مستغربه من قعده البيت اللي هو بقى واقع يعني، واكتر تاثيرا الامهات العاملات مش واخدين على قعده البيت مع كمان الاطفال. ايوه الاطفال الموضوع يعني هي الموضوع صعب بالنسبه لزن الاطفال، صعب جدا. ان شاء الله الفتره دي تعدي والمرحله تعدي وبلدنا تبقى احسن وبخير، والامهات ترجع شغلها والاطفال ترجع المدارس والحياه تبقى ان شاء الله الامور طبيعيه. شفنا صور لحضرتك كتير على الفيسبوك وعلى الصفحات بتاعه حضرتك عن الاهتمام والرفق بالحيوان وصوره مع حيوانات كتير، فكلمينا بقى. وانا بطبيعتي بحب الحيوانات لان انا بابايا دكتور بيطري، فانا يعني مولوده طول عمري بشوف الحيوانات عندنا في البيت وبروح معاه في مزارع وبروح معاه في حتت كتير، فبرتبط بالحيوانات يعني. فهو ما كانش جديده بعد الفيروس ان انا الصور دي ما كانتش جديده، يعني انا بهتم بحيوانات الكلاب خصوصا، ما بحبش القطط بس ما باذيهاش، لكن انا بحب الكلاب، فبحب في الكلاب المنطقه لو احنا بنتعامل مع الكلاب اللي في الشارع على انها حيوان اليف. هو الكلب حيوان اليف، هو كل اللي عنده دلوقتي اصلا حيوان في البيت بقى ينزله دي المشكلة. في الشارع دي المشكلة ودي المأساة، يعني ده ظلم. انت لو من الاول ما عندكش القدرة انك تربي حيوان وتعتبره ان هو يعني فرد من البيت وخلاص وانت مسؤول عنه ودي امانة، انت يبقى حرام عليك. يعني احنا لو بدأنا دلوقتي الناس اللي عندها حيوانات بتسربها وفي ناس تانية بتقتل الكلاب اللي في الشارع، طب ما احنا لو بدأنا بكده بعد شوية لما الموضوع يتطور هنبتدي الناس بقى تضرب بعض في السوبر ماركت عشان تتخانق على حاجة وهتحصل فوضى. نصايحك ليهم ايه؟ يعني احنا كلنا
شركة في كوكب، والحيوانات ربنا سخرها لينا فخلاها أمانة عندنا احنا مسؤولين عنها، ولو حصل خلل في التوازن البيئي احنا كلنا هنتأذي، وكل المشاكل اللي احنا نتعرض لها دي بسبب خلل في التوازن البيئي، او حاجات عادات الناس بتخترعها جديدة، بطريقة اكل جديدة، حاجات شاذة عن الطبيعة يعني. فاحنا نفضل نساعد بعض يعني، ونساعد الكائنات اللي حوالينا، ونساعد حتى يعني النباتات نفسها يعني، حتى الناس يعني، حتى لو الواحد في ايده زرعه القيامه هتقوم والعالم هينتهي، طب اعمل اللي عليك يعني، اعمل لدنياك كانك ايه تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. احنا الصوره طبعا بتتعرض، دي صوره لحضرتك وسط الكلاب. لا، مجموعه ضخمه جدا وكبيره جدا من الكلاب، انا عن نفسي بخاف منهم. كلاب الشارع مش مؤذين؟ في طبعا بيبقى عندهم امراض لان هم موجودين في الشارع، فانا طبعا بحاولش امسكهم بايدي، ببقى لابسه جوانتي. في عندهم سعار، بس على حسب بقى كل مكان بيبان. الكلب اللي عنده سعار ما يعيش في مجموعه كبيره، لما بيكونوا مجموعات كده ولو الناس اللي حواليهم ما عادوهمش هم مش هيعادوهم يعني. هم الكلب حيوان اليف. احنا معانا التليفون. الو. الو. ايوه مدام حسناء، اتفضلي. اهلا بيك، انا بحييك يا استاذه هنا على هذا البرنامج الجميل الهادف. ميرسي جدا لحضرتك. كل جديد وحلو ومميز. ميرسي جدا لحضرتك منورانا. والاستاذه الفنانه الجميله المعطاء شيماء حسني. اهلا بيك. جميله وكلامها جميل وفكرها عالي قوي يعني، بصراحه يعني نموذج رائع للشباب الجميل المعطاء اللي بيدي للمجتمع يعني. احنا لو كل الناس كده شبابنا زي شيماء، ده احنا بلدنا هتبقى ايه يعني، من احلى بلاد العالم يعني. لا ما شاء الله، احنا على طول بنستضيفها لان كل فتره هي بتعمل مبادره تتلائم مع الفتره اللي احنا بنعيشها. المبادره اللي فاتت كانت بتاعه الاطفال كانت هايله جدا، والورش اللي كانت بتقدمها النهارده أنا لقينا. شفتك وتابعت حاجه جميله فوق الوصف يعني، انسانه جميله رقيقه معطاءه بصراحه، نموذج رائع يعني. وشغلت الاطفال وحاجات ايه انا اتفرجت عليها مبتكره يعني، مش حاجه زي زمان اللي كانت حاجات بسيطه كده، لا حاجات فيها فكر عالي يعني. حضرتك رايك ايه في المبادره اللي هي عاملاها بتاعت يلا نساعد بعض؟ جميله جدا يعني، حاجه يعني فعلا انا مبهوره. بتفيد طلاب الثانويه العامه يعني، حاجه جميله جدا. الطلاب الثانويه محتاجين فعلا اللي يقف جنبهم ويساعدهم، وخصوصا ببنت جميله كده حلوه وفرنساوي واطفال هي نموذج مشرف فعلا. احنا عايزين نعرف راي حضرتك بقى في الحاصل دلوقتي، والحيوانات اللي بيتم طردها من البيوت وبيتم قتلها في الشوارع، راي حضرتك لا ايه لا في الموضوع؟ طبعا ده شيء فظيع يعني. الحيوانات دي اساسا يعني ربنا خالقها كده ليها مزايا كتير جدا يعني، وفعلا برضو زي ما بتقول شيماء توازن بيئي، وبعدين الكلاب دي مخلصه جدا يعني، انت لو رعيتيها وكده ممكن تنقذك، في لو شفت حرامي بيهجم عليكي او عليها مثلا هتلاقيها هي انقذتها. حضرتك بتربي حيوان اليف عندك في البيت؟ لا انا الحقيقه يعني كنت زمان لما كان مكان يسمح مثلا بلا اربي كلب، لان هم محتاجين رعايه فعلا، محتاجين مكان كويس يعني، مش اي حد عنده بيت مش متوفر ليه مكان. لو مش متوفر لا، ما انا ربي ازرع يعني، بحب الزرع جدا يعني. فانا بحييكي وبقول لي ربنا يوفقك ويوفق شيماء ويحفظكم، وان شاء الله تقدمي لنا يعني كل جديد وحلو. ميرسي جدا لحضرتك ونورتينا مدام حسناء، ميرسي جدا لمداخلتك. ميرسي مدام حسناء والكلام الجميل، وربنا يبارك في حضرتك يا رب. ناس كتير متابعه حضرتك ومعاكي من اول الورش اللي كنت عاملاها للاطفال. لا هو معاكي من اول البرنامج بتاعك. ربنا يخليكي. يعني البرنامج بتاعك فعلا ناس كتير تابعته. ربنا يخليكي، ميرسي. كلمينا برضو، نرجع للثانويه العامه تاني، ممكن ايه الفتره اللي جايه نعمل لهم ايه تاني يعني، يستجابوا معانا؟ ما هي في حاجات كتير، والله مبادرات، لو حاجات كتير. كل مدرس ثانويه عامه كان بيشتغل في سنتر وعنده طلاب كتير العدد دلوقتي والاختلاط صعب طبعا، بالظبط. فهو يقدر يعمل قناه، بالظبط هو يقدر بقى يشرح قناه على اليوتيوب اونلاين، مش لازم مثلا القناه الخاصه بالسنتر اللي الناس مشتركين في السنتر يعني، دلوقتي بقت كده يعني المدرسين مش مكملين يعني بزنس في السنتر، وتقريبا معرفش بقى
بقى في دفع اونلاين ودروس اونلاين، يعني بقى احنا يعني المصري لا يتوقف يعني. فلو هو ماشي ده لشغله، ولو في جزء تاني يقدر يساعد بيه الناس اللي مش هتقدر تعمل يخصص كده ساعة من وقته ساعة في للقناة دي، الاسبوع يقعد بالظبط يطلع لهم اونلاين ويشرح بالظبط لهم الدروس اللي اكيد هم طبعا مش يساعد. عارفين يروحوا العالم ولا اي كله بقى سنتر. شغال تعليم اونلاين، واكبر الجامعات الدوليه بتدي شهادات اونلاين بدون ظروف طارئه او حاجه، يعني ده اللي احنا كنا نامل ان هو احنا يحصل عايزين بعد فعلا كده. نناشد وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، ان التعليم كله يبقى اونلاين. يعني دي حاجة موجودة في كل الدول من زمان، مش بس عشان الوضع الراهن، لا يعني يبقى هو ده اسلوب حياتنا. بالظبط يعني بالظبط، احنا هنوفر طاقة وهنوفر زحمة وهنوفر مواصلات وهنوفر وهنوفر مشاكل كمان فلوس وهنوفر البرايفت، يعني فلوس لا الدروس البرايفت برضو بقت تكلفتها وتكلفة عالية الولاد جدا على نفسها اولياء الامور. وتكلفة أولياء الأمور لولادهم اللي كل يوم بينزلوا بمبلغ كبير علشان يقدروا إن هم يروحوا ياخدوا دروس ويتفسحوا ويقعدوا بعد الدرس معرفش يروحوا فين، كل ده عيب على أولياء الأمور. لو موجود اونلاين هيبقى يعني حتى وقت الولاد نفسه اللي بيضيعوه في الشارع وبيضيعوه في الدرس، لو هو قاعد ومستقر في البيت كده ومنزلش وقدامه شرح للمنهج اكيد هينجز اكتر. هيقعد طبعا ويتابع طبعا ويقدر يتابع دروسه بشكل افضل. طب ممكن نعمل فكرة الاونلاين دي للاطفال، طبعا يعني اي بني ادم عنده علم او نشغلهم فن الفترة دي؟ او مجال او خبره في حاجه يقدر، يعني انا عايزه اقولك ان انا بتفرج على فيديوهات اللي ممكن واحد نقاش عشان اشوف خلط الالوان. يعني بتتابعي الاونلاين، يعني سهل ان احنا نعمل نقدم اي حاجة للاطفال كده. ممكن نتعلمها اونلاين. تمام، اوكي. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذه ميرسي. شيماء حسني، مترجمه اللغه الفرنسيه وصاحبه مبادره يلا نساعد بعض وفنانه الهاند ميد. بنشكر حضرتك جدا على مبادرتك الجميله دايما اللي بتواكب الظروف الراهنه في مصر، وميرسي جدا على كل الحاجات اللي بتقدمها لنا للاطفال او للكبار. حضرتك نورتينا وشرفتينا. ميرسي، انا اللي سعيده قوي بوجودي معاكي. ميرسي جدا. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون نالت إعجاب حضراتكم. إن شاء الله نلتقي حلقة قادمة، إلى اللقاء.